نحو زيادة المعرفة العلمية لدى طلبة الجامعة في الأثار الإنسانية القديمة. فقد جرى تنظيم رحلة لطلبة كلية الآداب قسم التاريخ إلى منطقة الصبية، وذلك للوقوف على آخر الاكتشافات للحضارات الإنسانية القديمة والتي تعود إلى آلاف السنين. مهم جدا بالنسبة لنا في قسم التاريخ وفي كلية الآداب إن طلبتنا وطالباتنا ينزلوا إلى الميدان ويتعرفون على الحقل العلمي وتعرف على أهمية منطقة الكويت الأثرية، حيث الاكتشافات الأخيرة أثبتت أن الكويت تعود إلى فترات موغلة في الزمن. في قسم التاريخ نسعى ونهتم أيضا بتأهيل مجموعة من طلبتنا حتى ينزلوا لهذا الميدان. تحقق لنا الكثير من الآثار في هذه المنطقة المهمة. منذ العصر الحجري الحديث بدأت تظهر آثار حضارة العبيد، عندنا 12 موقع، أهم ما هو موقع بحرة واحد، هذا الموقع المهم اللي يمثل بداية الاستيطان في منطقة الخليج وبداية ظهور الحضارة والنشاطات السكنية والتجارية والصناعات مثل صناعة الفخار وصناعة الخرز. كل هذا عثرنا على مدينة رائعة من 8000 سنة. تعد منطقة الصبية والتي تقع شمال دولة الكويت أحد المناطق القديمة، فقد شكلت الآثار الإنسانية التي عثر عليها هناك إلى وجود حياة وحضارة قديمة عاشتها هذه المنطقة. هذه الزيارات الميدانية هي مهمة جدا لكل من الطالب والأستاذ، فالطالب يدرس في المحاضرات من الناحية الإجرائية، من ناحية الكتب والاطلاع، ولكن عندما يأتي إلى هذه المواقع فإنه يشاهد في الحقيقة الآثار الحقيقية لما درسه، فيؤدي إلى وجود دمج ما بين الناحية النظرية والناحية العملية. تميز هذا الموقع بعدة سمات لا توجد في أي موقع من مواقع حضارة العبيد في أي مكان موجود فيه. أولا أكبر مستوطنة عبيدية وجدت في الصبية بمساكنها ومقابرها واللقى الأثرية اللي اتوجدت، ومعبد من المعابد المهمة جدا اللي بترجع إلى فترة العبيد اتوجد في منطقة الصبية. لا تزال الحفريات والعمليات الاستكشافية مستمرة في منطقة الصبية لتؤكد أنها شهدت حضارات إنسانية قديمة وتعود لآلاف السنين. سلمان الغضوري، تلفزيون دولة الكويت.